بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا أصدقائي في قناتكم طريق المعالي التعليمية، ودلوقتي وصلنا للدرس 25 من سلسلة تعليم القراءة والكتابة والإملاء، وهشرح النهاردة طريقة قراءة كلمات بها مد بالياء. أول حاجة نتعلم قراءة كلمات بها مد بالياء بعد الحرف الأول. اتعلمنا قبل كده في الحلقات اللي فاتت ازاي نقرأ كلمات ونقسمها لمقاطع صوتية الأول، وبعدين نبدأ نجمع المقاطع الصوتية وننطق الكلمة أكتر من مرة، وبعدين ننطقها في آخر مرة بسرعة. دلوقتي هنكمل بنفس الطريقة وهنتعلم ازاي نقرأ كلمات بها مد بالياء. الكلمة الأولى هنلاحظ هنا إنها مكونة من مقطعين. المقطع الأول مد مع ممدود، يعني حركة طويلة هنطول وهنكسر بقنا كتير، والمقطع الثاني حركة قصيرة وهي حركة الضمة. نبدأ تي نو، مرة تانية تي نو، أسرع تي نو. الكلمة الثانية جي لو، أسرع جي لو، أسرع جيلو. الكلمة اللي بعد كده دي نو، بنطول في حركة الكسرة اللي هي الممدود، دي نو، أسرع دي نو، أسرع دي نو. الكلمة اللي بعد كده ري فو، أسرع ريفو، أسرع ريفو. يبقى احنا هنا بنبدأ بكلمات سهلة في الأول وبعدين ندخل في كلمات صعبة شوية. الكلمة بعد كده هنلاحظ انها مكونة من ثلاث مقاطع صوتية. المقطع الأول مد مع ممدود، والمقطع الثاني حركة قصيرة، والمقطع الثالث حركة قصيرة. يعني كم مقطع هنا؟ ثلاث مقاطع صوتية. هننطق المد مع الممدود كمقطع واحد زي. طيب الحركات القصيرة عندنا مقطعين هنا، هنجيبهم مع بعض ن تو ن تو، أسرع نتو. أنا هنا عايز أقسم الكلمة إلى جزئين عشان تكون سهلة عليا في القراءة. زي نتو، زي نتو، عايزين سرعة، زي نتو. لاحظوا هنا ان انا قسمت الكلمة لجزئين عشان اسهلها عليكم في القراءة، وانت بتعمل كده كمان وانت بتتدرب على القراءة في البيت. الكلمة اللي بعد كده بنفس الطريقة بنقسمها لمقاطع صوتية وبنبدأ نقرأ مرة واثنين وثلاثة، واخر مرة بتكون بسرعة. وتعلمنا المقاطع الصوتية الحركات القصيرة بنعتبرها مقطع صوتي، والحركات الطويلة اللي هي مد مع ممدود بنعتبرها مقطع صوتي. صي هنا حركة طويلة نطقناها مع بعض، كسرنا بقنا كتير. المقطع الثاني حركة قصيرة دا، ننطقها بسرعة، صي دا، مرة تانية صي دا، أسرع صي دا. الكلمة اللي بعد كده بنفس الطريقة هنقسمها لمقاطع صوتية وبعدين نبدأ نقرأ. طي نو، طي نو، أسرع طي نو. هنلاحظ هنا إن الكلمات اللي قدامنا دي فيها مد بالياء بعد الحرف الأولاني. ننطق مع بعض غي ضاء، مرة تانية وبسرعة، غي ضاء، أسرع غيضة. الكلمة اللي بعد كده بنفس الطريقة في لو، مرة تانية وبسرعة، في لو، نكرر مع بعض في لو، أسرع في لو. ولازم جدا يا أصدقائي نتدرب على كلمات كتيرة فيها مد بالياء عشان نتقن المد بالياء، ومفيش كلمة بعد كده تاف قدامي وأنا بقرأ كلمات فيها مد بالياء. ويا أصدقائي هنا أنا بقرأ معاكم على أساس إنكم أنتوا اللي بتقرأوا،
يعني انا لما بنطق هنا كأنك انت اللي بتنطق، انا بعلمك انك تقرأ وتقسم الكلمة لمقاطع صوتية عشان تحفظ الطريقة كويس ومتقفش كلمة قدامك بعد كده في القراءة. نكمل الكلمة اللي بعد كده بنفس الطريقة، بنقسمها لمقاطع صوتية وبنبدأ نقرأ مرة واثنين وثلاثة وآخر مرة بسرعة. وعرفنا ازاي نقسم الكلمة لمقاطع صوتية، المد مع الممدود مقطع، والحركة القصيرة بتكون مقطع. قيلا بسرعة، قيلا مرة تانية قيلا. يبقى انت بتتدرب بنفس الطريقة دي على القراءة. في الكلمة اللي بعد كده هنلاحظ هنا انها مكونة من ثلاث مقاطع صوتية، مقطعين مد مع ممدود ومقطع حركة قصيرة. طب هنقراها ازاي؟ تعالوا نشوف هنقراها ازاي. مي ع كده المقطع الثاني، المقطع الثالث دو. مرة تانية مي ع دو، عايزين سرعة، مي ع دو أسرع، مي ع دو أسرع، مي ع دو. الكلمة اللي بعدها هنا كان مقطع مقطعين، نبدأ نقرأ نيلو. مرة تانية وبسرعة نيلو أسرع، نيلو أسرع، نيلو. طيب يا أستاذ أنا هفضل كده أقسم الكلمات لمقاطع صوتية وبعدين أبدأ أجمع المقاطع وبعدين أقرأ؟ طبعا أنت هتفضل تعمل الطريقة دي فترة معينة لحد ما تتقن الطريقة كويس، ومع التدريب الكتير هتلاقي نفسك بتقرأ الكلمات بدون ما تتهجى. بس انت بس معايا في الأول بنتدرب على تقطيع الكلمات وبعدين نجمع المقاطع وبعدين نقرأ. ودلوقتي هنتعلم ازاي نقرأ كلمات بها مد بالياء بعد الحرف الثاني أو الثالث أو الرابع. تعالوا نشوف هنقرأها ازاي. هنا هنلاحظ الكلمة دي فيها كم مقطع؟ ثلاث مقاطع صوتية. طيب المقطع الأول ده حركة قصيرة، والمقطع الثاني مد مع ممدود يعني حركة طويلة، والمقطع الثالث حركة قصيرة. نبدأ ننطق ياء، هنا الحركة قصيرة ننطق بسرعة ياء. طيب المد مع الممدود حركة طويلة، هنكسر بقنا كتير هنا. بي مرة تانية من الأول ياء، بي المقطع الأخير عو. هنجمع ثلاث مقاطع مع بعض يا بيعو. مرة تانية يا بيعو أسرع، يا بيعو أسرع، يا بيعو. بنفس الطريقة في الكلمة دي هنا كم مقطع؟ برضو ثلاث مقاطع صوتية، والمقطع الأول حركة قصيرة، المقطع الثاني مد مع ممدود، والمقطع الثالث حركة قصيرة. تو في الأول بننطق بالراحة تو سي. مرة تانية تو سي، ونجيب المقطع الثالث رو من الأول تو سي رو أسرع، تو سي رو أسرع، تثير. هنضرب على كلمة كمان بنفس الطريقة يو حي تو أسرع، يو حي تو أسرع، يو حي تو. إذا لقيت نفسك مش قادر تجمع التلات مقاطع مع بعض، بتكرر الطريقة وتتهجى مرة تانية وتالتة ورابعة لحد ما تنطق الكلمة صح. الكلمة اللي بعد كده بنفس الطريقة نا خيلو، نا خيلو أسرع، نا خيلو أسرع، نا خيلو. الكلمة اللي بعدها بنفس الطريقة ح ديدو. هنلاحظ هنا إن المد بالياء بعد الحرف الثاني،
مرة تانية حديدو أسرع حديدو أسرع حديدو. الكلمة اللي بعد كده يسيرو أسرع يسيرو أسرع يسيرو. الكلمة اللي بعد كده نلاحظ هنا انها مكونة من كم مقطع؟ مقطعين بس، وهنا مقطعين حركة طويلة، مد بالألف ومد بالياء. المقطع الأول را، المقطع الثاني ضي. هنجمع المقطعين مع بعض را ضي، عايزين سرعة، راضي أسرع راضي. هنلاحظ هنا يا أصدقائي إن الكلمة اللي قدامنا دي كلمة طويلة شوية، طيب هنتصرف فيها إزاي ونقرأها إزاي يا أستاذ؟ أنا هقول لك على طريقة سهلة وبسيطة جدا تقدر تقرأ بيها الكلمات الطويلة دي. طيب إيه هي الطريقة دي يا أستاذ؟ هنقسم الكلمة إلى أجزاء. طب أنا مفهمتش يا أستاذ إزاي نقسم الكلمة إلى أجزاء؟ أنت بتقول مقاطع. أنا هنا بقول لك هتجمع أكتر من مقطع مع بعض وتعملهم جزء، وأكتر من مقطع تاني مع بعض ونعملهم جزء عشان الكلمة طويلة. طيب إزاي؟ أنا هعمل المد بالألف جزء الأول، وهعمل التلات مقاطع التانيين الجزء التاني في الكلمة، وبعدين نبدأ نجمع الجزئين على بعض. آكلينا تاني آكلينا، مرة تانية آكلينا، عايزين سرعة آكلينا آكلينا. لاحظت ازاي ان نطقت الكلمة وبقت سهلة ازاي؟ هنطبق الكلام ده مع اي كلمة طويلة تلاقيها قدامك. الكلمة اللي بعد كده هنلاحظ هنا انها مكونة من كم مقطع؟ من ثلاث مقاطع صوتية. المقطع الاول مد مع ممدود، يعني نطقه صوت واحد حركة واحدة، بنسميها حركة طويلة. والمقطع الثاني حركة قصيرة هنا، وهي حركة الكسرة. والمقطع الثالث حركة طويلة مد مع ممدود. طيب نقرأها مع بعض خا. انت قلت يا استاذ هنقسم الكلمة الى اجزاء طالما طويلة، وهنا هي طويلة شوية. طيب تعال نطبق الطريقة بتاعتنا اللي قلنا عليها. خا لقي، هنجمعها ازاي؟ طيب هناخد المد مع الممدود اللي هو المقطع الاول ونعمله جزء، والمقطعين التانيين هنعملهم جزء اللي هو هنا الكسرة والمد مع الممدود، مقطعين. لقي، نجمعهم تاني. لقي، ننطق تاني بسرعة لقي. كده بقت جزء، والجزء الاولاني كان المد مع الممدود. نجمع الجزئين مع بعض خالقي، مرة تانية خالقي أسرع خالقي. بقت سهلة ولا لا؟ سهلة يا أستاذ. الكلمة اللي بعد كده كلمة طويلة شوية، هنطبق الطريقة اللي اتعلمناها. يلا نبدأ. زا مد مع ممدود، المقطع الثاني حركة قصيرة، را من الأول، زارة أسرع زارة أسرع زارة. كده المقطع أو الجزء الأول اللي هي كلمة زارة. هنجيب الجزء الثاني اللي هو المد مع الممدود هنا، ني ني من الأول، زارة ني زارة ني أسرع زارني، مرة تانية وبسرعة زارني. طيب هنا الكلمة دي برضو طويلة، هنحاول نقسمها لجزئين. أول حاجة بننطق الكلمة مقطع مقطع، وبعدين نحاول نجيب نعملها على جزئين، نقسمها جزئين. يلا كده نبدأ. ما سا، نبدأ نجمع المقطعين دول مع بعض. مساء أسرع مساء. كده الجزء الأول. طيب الجزء الثاني، ك
كي مد مع ممدود، والحركة القصيرة الأخيرة نو. كينو، نجمعهم مع بعض بسرعة، كينو. من الأول بقى، مساء كينو، تاني مساء كينو، أسرع مساء كينو. سهلة ولا لا؟ طبعا سهلة يا أستاذ، طريقة بسيطة جدا. الكلمة الأخيرة، كم مقطع صوتي هنا؟ هنلاحظ هنا أنها مكونة من 4 مقاطع صوتية. هنتصرف فيها إزاي؟ بنفس الطريقة اللي اتعلمناها، هنحاول نعملها أجزاء بعد ما ننطقها بالأول مقاطع. طب يلا نبدأ. شا هي، عايزين نجمع المقطعين مع بعض دول وبسرعة. شا هي، أسرع شا هي، أسرع شاهي. طيب كده نعتبر ده الجزء الأول، عايزين نعمل الجزء الثاني. المد مع ممدود وحرف النا، دي نا دي نا دينا. كده قسمنا الكلمة لإيه؟ لجزئين. نبدأ نجمع الجزئين مع بعض وكده هتكون سهلة علينا في القراءة. شاهي، ما تنساش المقاطع اللي انت عملتها، لو لقيت نفسك نسيت ارجع اعمل الطريقة من جديد. شاهي دينا، تاني شاهي دينا، عايزين سرعة، شاهدينا، أسرع شاهدينا. بكده يا أصدقائي أكون وصلت معاكم لنهاية حلقتنا النهاردة. بتمنى من الله تعالى أنكم تكونوا فهمتوا طريقتنا النهاردة إزاي وتعلمنا القراية إزاي. وكل حب وتقدير واحترام، بشكركم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.